يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرف يا سيدي شرف. الله يديم شرفك يا الأخو. تسلم يا نجمي. كيفك عقيد؟ عبد الوهاب هذا أنت؟ إيه أنا جاي أطمنك. سلاح وصلوا أبو حنا وأبو علي النابلسي بخير وأمان، وصار بإيدين الشباب، ويا ريت تطمن الزعيم بهالشيء. إيه الحمد لله. هلا ارتحت. وإمتى النقلة الثانية بإذن الله؟ حسب الهمة زعيم. بهالكم يوم رح نعمل مكوك أنا وصهري أبو عصام على زعامات الحارات، ونشوف شو لمو مصاري. صحيح. أبو عصام ما شفته اليوم. إله بالعادة يمر لعندي الصبح ويسلم علي. ما عم يقدر يمشي على رجليه ولا عم يقدر يوقف عليهم بتعلم الناس لانه نازل قرو معه فتاق. فتاق؟ لكن ما له حيل يمشي خطوه. وهلا انا شو بدي انا يا ابو عصام؟ دخيلك يستر عرضك، خايف الولد ينشل وما يعود يقدر يمشي. لا وكل الله شو ينشل ما ينشل، تف من تمك ام ماجد الله يرضى عليك. ابي اعطينا انا مشد لامك ام ماجد. ابرك حطه بكيس، ما حلو حدا يشوفه ابي، فهمت علي؟ ابرك بتعرف تركبوا المشد؟ ايه ايه ايه، لانه ابي الله يرحمه قد كان صغير حكالي صار معه قر وبعدين حطوا له مشد والحمد لله طاب. اعان معناتها بتركب له اياه المشد مزبوط ولو عصيته. معلش ما بيصير، خليه يتوجع الولد شوي بيتعود بعدين، بس ما بيمشي خطوه واحده بدونه. اه يعني هو حكيم يعني بطيب بطيب. قول الله لكان باذن الله. انت بعد كم شهر جيب لي اياه اطمن عليه، بس خليه محطوط المشد. اه قول الله. اعطيها لعمك. بعد كم شهر بجيب لك يا وبتشق عليه ان شاء الله. والله الله بيعافي. الله يطول عمرك. روح روح خلاص، روح خلاص، روح اتكل على الله، روح خلاص. الله يطول عمرك ويخلينا ياك يا رب. يطول عمرك انت. مع عمي. الله يكون بعونك. معتر ومسكين. السلام عليكم اخي ابو عصام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمري أختي. ما يمر عليك ظالم، أنا أم توفيق بنت أخوه للزعيم. أميت أهلين وسهلين بالخانم، شرفتي والله. أمري أمري أختي، شو طلبك؟ بدي شوية ماء زهر وحنة بيضاء وقنينة خل إذا كان موجود عندك. كله موجود وحاضر يا خانم تكرم عينك. أنت روحي على بيتك أختي ونحن نوصل لك ياهن على البيت. هلا ببعت ابني عصام بيوصل لك ياهن لعندك. أبي عصام الله يرضى عليك، سمعت الخانم شو بدها، جهز لها طلبها. أوام أمرك يا أبي أمرك. يكتر خيرك ويطول بعمرك. قدي حقهم هدول اخي؟ عاوز بقول لك اختي، شو عم تحكي انت؟ انا اخذ منك بدك تجيبي معدلي انت. والعظيم واليمين ما باخذهم اذا ما دفعت حقهم. لا اله الا الله، ليش حلفتي لك اختي؟ 3 فرنقات. يلا. شرفت اخي. السلام عليكم. مع بعضين اختي؟ ما تواخذيني بس كنت عم اقول يعني خلي الاغراض هيك حلوان، يعني حلوان قريت الفاتحه تبع بنتك الله يخلي لك اياها اللي صارت من كم يوم. يو شو هالحكي اخي ابو عصام؟ أنا بنتي لطفية ما أنا مقرية فاتحتها. عم تكذبي علي لك سعاد؟ البنت نقرت فاتحتها ما هيك؟ أنا ما دخلني، أمزكي هي اللي قالت لي. أمزكي؟ بتعرفي يمين إنه أمزكي هي اللي قالت؟ شبكي بكنتي؟ احكي لشوف، بتعرفي يمين؟ شفتي؟ شفتي إنه هالكلام هذا كلياته من عندك؟ بس يا عيب الشوم عليك يا سعاد. يا عيب الشوم! لك أول مرة بحياتك تكذبي علي، أول مرة. ابوس ايدك يا ابن عمي، والله غصب عني. غصب عنك؟ كيف غصب عنك؟ ولك شو اللي ضربك على ايدك؟ لاني ما بطيق اهلها في الريال، وهي ما بتطيقني، ولا بتزورني ولا بزورها، وهديك اليوم لعتني انا وبنتي من بيتها. ولك حاجه ما قلت فاضي، حاجه ما قلت عل. هي حركات النسوان انا ما بحبها، من يوم يومي ما بحبها. شوفي لك سعاد، هي كلمه، بكره الصبح بتروحي لعند بنتك بوران، بتشحطيها بتروحي لعند المخلوقه، تطلبوا البنت لعصام وخلص.
بلاها ابن عمي بلاها، الله يخليك بلاها. بعدين في 100 بنت بالحارة ايدهم مراية إلها. لك رجع ركب الشيطان، اشهد ان لا اله الا الله. ولك يا سعاد، انا اريان فاتح تبع ابوها الله يرحمه وموصيني فيها. اسمعي لك، انا باتت فيها الشغله ومنتهي منها. اريد فاتح تبع الزعيم، خليها براسك هي حفريه. بقى شو قلتي عمي؟ انت ام العروس ولازم اسمع رايك. معقوله يا عمي؟ معقوله بدك تسمع رايي؟ انا ما لي راي من بعدك، الكلمه كلمتك والشور شورك. ما بيصير، لازم تقولي رايك. صحيح انا قريت فتحتها مع ابو عصام، بس انت كمان اذا في عندك شيء بدك تقوليه انا عم بسمعك. اعوذ بالله، اي نقطع لساني من بعد كلامك يا عمي. ليش انا بقدر اعرف مصلحة بنتي اكثر منك؟ اذا على بركة الله، جماعة ابو عصام رح يجوا لعندك ويتفقوا معك. اميت اهلين وميت سهلين بام عصام وبكل اللي جايين معها. يا الله، بدي اياكي تبيضي لي وشي معهم. لما بيجوا بدي تستقبليهم احسن استقبال وتضيفيهم احلى ضيافة. ما بدي توصايا يا عمي، هدول صاروا ضيوفك من اهل البيت. يلا بخاطرك. الله معك عمي. خير يا ابن عمي، خير. شو بك؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لك انا مو قايل اليوم الصبح تروحي عند مخلوقه وتطلبي بنت رسمي؟ قايل ما مو قايل. ليش ما رحتي؟ ما فضيت. بعدين ما بدي اخذ بوران معي، رحت اليوم خبرتها مشان تاخذ اذن من جوزها. يعني مين حلوه تروح بدون اذن جوزها؟ بعدين ما بدي اشتري للبنت شي لبسها يا بايدها. شو هاد يا سعاد؟ صدقوا المصاري عند منك هون بالبيت. ايه انت ما بدك تفتحي الخزانه وتاخذي المصاري اللي بدك اياها؟ ان شاء الله بتشتري السوق كله. بكره عند على بكره الصباح بتروحي لعند المخلوقه وبتطلبي البنت رسمي، وكلامي ما راح اعيده. فهمتي ولا لا؟ أمرك ابن عمي، رايحة أحط لك عشاء. روحي. والله اللي قال المرة بنص ساعة ما قضيت. لا والله، لا والله. الله يرحمك يا يبي، قضاك الحياة مع أمي ضحك بوش أمي ضحكة واحدة. شو اللي اخذ لك عادك اخي؟ ولا شيء ولا شيء ولا شيء. لك ايامك يا عريس، اياك. يلا ان شاء الله السنه الجايه كمان ابوك بيخطب لك. انا؟ لا اخي لا، انا مو فايت بيعلي كذا القصه. اعوذ بالله، انا احط رقبتي بايدين حرمه؟ شو هالحكي لك اخي؟ شو هالحكي؟ هي سنه الحياه؟ يا سيدي اذا كانت هي سنه الحياه فلاحقين على وجع الراس. ايه شو الشغله على كيفك؟ بكره ما بتحس وبتدرى الا ابوك خاطب لك. ايوه، يعني انت مزعوج ومقروب من القصه يعني؟ لا اخي، لاني لا مزعوج ولا مقروب، بالعكس انا مبسوط، مبسوط كثير، خاصة اني بدي احط ايدي بايد الزعيم وصير سهره. ابي هي معك حق. اي والله هي ما بختلف فيها معك منو سهر الزعيم. مو هي هيك بدها مسكي تنفلق هي وبنتها؟ يا عيب الشوم عليها، هي اللي عاملت لي حالها بنت قصر. قلي لأولاد الأصول ما بيعملوا هيك مع الناس. وأنا اللي رحت بذات نفسي مشان استر لها على بنتها. بهي معكن حق، بس نحن ما بدنا نكت على النار زيت يا سعاد خانوم، والرجال قروا الفاتحة. لك وحياة هدول ما بدوس بيتها لتيجي براسها تعتذر مني، يا أما خلي بنتها عندها. ولك أنا سعاد خانوم ألف بيت بينفتح قدامي. صدقيني ومالك يمين علي، اني بهدلتها بهدلي غسلت فيها الارض، وهي ندمانه على كل شيء عملته. بعدين على شو شايفت لي حالها ورافعت لي مناخيرها؟ اذا ما بدها يعني نخطب بنتها تبعت خبر تقول. المهم تعرف قدر الناس وتعرف قدرها بين النسوان. شو ابو عصام، ان شاء الله الحريم اتفقوا بين بعضهم على كتب الكتاب والعرس والذي منه. والله.
أمك رجعت ما لا شايفة شيء قدامها. وليش فريان خانه ما فتحت الباب؟ الله أعلم، يمكن ما لها موافقة. ما لها موافقة؟ ليش؟ إيش بيعرفني أنا؟ بدكم شيء تاني أخي؟ لا أمي أنت تيسري يلا. شبنا أخي شبنا، طول بالك. أما زبطت هاي في 100 وحدة تانية بتزبط، أمك تاخد لك أحلى وأحسن بنت بالحارة. بس هي قرايبته للزعيم، بتعرف يعني شو قرايبته للزعيم؟ يعني كل ما مشيت بالحارة الناس حتقول هذا صهر الزعيم. لا لك عصام، لا هي ما حبيتها منك منه. شو هي صهر الزعيم؟ أنت ابن أبو عصام، أبو عصام الحكيم اللي كل الناس تحلف بحياته من كبيرة لصغيرة. شو نحن من عيلة قليلة؟ شي يعني قلتك خلاص فرطت القصة. سعاد بضيع عليك، بكرة عند على بكرة لحد بابك في ريال خانهم تستعذر منك. شو هالحكي؟ مين قال لك ابن عمي؟ هلا مثل ما عم أقول لك، خلصنا بقى. أنا رايح أتوضى وصلي، مكسور علي المغرب والعشاء. يا رب. أكيد أبو عصام خبر الزعيم، والزعيم راح لعنده وبهدله. بسيطة يا فريال، رح تيجي لعندي برجليكي. تفضل. لك يعيشوا يا رب. صحتين. وعد مني يا شباب انه نعملك عرس وعراضه ما صار مثل بكل الحرب. كفو. ايه مرهون، ابوك ما بده جوزه؟ ابي؟ لا بكير على جواز، لاحقين على الهرم. بري عليك مرهون، انا يا شباب هالقصه كلها ما خرطت مشتي، شنو هدول النسوان ناقصين عقل ودين، وش كان ما قدحت الوحده قتله من على بكره الصبح ما بتمشي مثل ما بدك، لا ما بتمشي مثل ما بدك. شو هالحكي لك اخي؟ كمان الحرب بني ادم مثلها مثلنا. قال بني ادم، قال قول ابن حواء. مين؟ يا ماما انا شفيقة. شفيقة؟ اهلين يا ماما. شلونك يا ماما؟ الحمد لله. اشتقت لك كثير كثير. وانا كثير يا ماما، والله نتف قلبي عليكي. اخذتي شور جوزك قبل ما تيجي؟ ايه لك عم اخذته، وانتي خليكي عند امك لبعد العصر وانا بجي باخذه. عملتي خير يا ماما، عملتي خير. يا ماما شو بك عم تسالي؟ ما في شيء يا مو، هي سعلة خفيفة وبتروح. فوتي تقبريني، فوتي. يا أهلين ويا سهلين، شرفتوا والله. أهلين فيكي في ريال خانو. تفضلوا استريحوا، أنا تكي وراجعت لكم. إذنك معك تقبريني. ليش هيك البيت ريحته طالعة؟ ريحته طالعة؟ ايه مخمخم خمخمه، مو هيك يا مو؟ ايه في ريحة خمي يا لطيف. ايه والله ما في شيء، انت التانية ريحته مثل المزق. ايه شو بالظاهر منشحة مسكي ما عم تشمي ريحة البيت طالعة لبرا. الله يعينك يا امي على هيك كل جاية لعندك، بكرة بدها تطلع ريحة البيت من ورا خمخمتها. ايه معلش دوريني، بكرة بتعلموها النظافة عنكم. كمان نحن بدنا نعلمها، ليش مو المفروض امها تعلمها كيف تكون ست بيت كاملة ومكملة؟ ايه علينا، لك شو بكون يا جماعة، مو حلو استغياب العالم. روقونا روقونا بقى. اضرب حظك يا أخي على هيك جواز، شو رح تكون مسخمة. سعاد سعاد سكتي بنتك أحسن ما أقوم عضها. يا ميت أهلين وميت سهلين، شرفتونا وأنستونا، ما تأخذوني تأخرت عليكم. لا معلش، شو وين العروس؟ عم تغلي قهوة. شايفة سعاد خانو؟ شايفة الفستان خزينة العيش ولا بقلة لفريال؟ يو لا بقلة شو حمر شو حول أبو بريس بقاب.